مشاهدينا متواصلين، حقيقة الإبداع الخاص بالشباب العربي والعالمي في الملتقى العالمي للشباب. مصر الحاضنة للثقافة والأدب والإبداع، عندما يتلقى المسؤولون عن هذا الملتقى العالمي 500,000 طلب، هذا ناقوس إيجابي بالنسبة للشباب العالم بصورة عامة، بأن الشاب يفكر ويبتكر ويبدع وينفذ أحلامه من خلال هذا الملتقى العالمي، وإن شاء الله كل طموحات الشباب العالمي تنفذ من خلال سماع أصحاب القرار لمتطلباتهم الخاصة بهم وابتكاراتهم الخاصة وإبداعهم. خليني أقول لكم شغلة. قولي. يعني عم نحضر الـ قولي اللي أنت عايزة. أنا هنا عم بقول. أيش تقولي؟ إحنا نسمع. حكالتكم. قاعدين عم نحضر بهذا المنتدى والافتتاحية، ودخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح الحديث موجه من الروبوت، فإحنا خفنا على وظيفتنا يا جماعة الخير. يعني إحنا سنة سنتين ثلاث رح يجي روبوت يقدموا هذه المؤتمرات وهذه المنتديات والآخرية، دلالة على أنه مصر مواكبة التطور وتسبق التطور، والاستباقية من مصر للأمانة شيء جميل جدا. ولم يكن هذا فقط، كان هناك توزيع للكمامات والتعقيم من خلال الروبوتات، وأيضا وجبات الطعام. سحرتني مصر للأمانة، دائما تسحرني، ولكن كان عضو بارز في المنتدى. بس هو عضو رئيسي. ممكن معنا. ممكن نحل المشكلة، الروبوت يصنعوا على شكلنا بيوم اللي نتعب ندزه بإجازة. احنا إجازة ولا رح يطلع يقدم عن الأربعة؟ لا بالعكس، بس الروبوت ما بيعطي مشاعر الحب اللي بيعطي. الفكره كانت حلوه الايه، ودي المفاجاه، وده اللي قدم في المنتدى انه صنع في مصر، وبافكار شبابيه على الفكره. فاعتقد برضو دي كانت حاجه حلوه، وهي معلومه انا هلا عرفتها انه صنع في مصر، فانه قديش كمان حلو انه الروبوتات في نقطه مميزه كمان كافي بمصر. الافتتاح كان مبهر طبعا، يعني بين مصر للعالم بطريقه جميله جدا، الكلمات، الخيال البصري، الابهار طبعًا. الموجود في الاخراج الغنى. كان مميز، يعني الغنى كمان والكلمات كان فيها كده حماس، وكان فيها بحلم حاجات كتير حلوه. بحلم في دنيا ما فيش فيها كره وغل، والشمس بتطلع وتنور في قلوب الكل. مهمة. كان جميله جدا طبعا.